هحكي لكم على مشهد في مسلسل بين ولد وبنت، بيقارنوا ما بين جيل ال2000 وجيل ال90. البنت بتقول له ده مش كلمتك وانت ما جيتش ليه؟ عيال كده حتاته وابتدائي، ما بنتكلمش في الاندر ايدج ده، الاندر يعني مش اعدادي بقى وكنا بنقول لا ده في ابتدائي، وانت ما جيتش مش عارفه ليه وانت ما كلمتنيش، طب هتقابلني فين وانت؟ ويرد عليها واحد بقى ده جيل التسعينيات قاعد بقى يقول ده احنا ما كناش عايشين، انتوا عايشين ازاي؟ بتعملوا ايه؟ انتوا بتعملوا ايه وبتعلموا العيال ايه؟ وبتحطوا في البيوت ايه؟ ومسلسل بتتفرج عليه الاسره. حسبي الله ونعم الوكيل. ديت من الشهوات الخارجيه، البيئه اللي بتساعدك على الفساد. هو ده خلي بالنا يا جماعه، خلي بالنا. العبد له وقفتين، وقفه في الدنيا وقفه في الاخره. فان احسن وقوفه بين يدي الله في الدنيا وفي صلاته، الله سبحانه وتعالى يحسن وقوفه بين يديه في الاخره. خلوا بالكم على عيالكم، خلوا بالكم ايه اللي بيشوفوها وايه اللي بيسمعوه وايه اللي كذا غلط. انتوا عارفين اعظم حاجه ايه؟ الغفله. اعظم حاجب بينكم وبين ربنا سبحانه وتعالى، اعظم حاجب بينك وبين رحمه ربنا وهدايته، وتبقى بعيد غافل. الاستفاقه بدايتها من الصلاه. القلب اذا خلى من التوحيد وحب الله سبحانه وتعالى ومعرفه ربنا سبحانه وتعالى وذكر الله ودعاء ربنا، حرم الثمره بتاعت الصلاه. فتقول انا بصلي ولا بيسرقوا، ده بيصلي ياخده عارف ربنا والزبيبه في وشه قد كده، وشوف بيعمل ايه وبيسرق وبيزني وبيعمل وكذا وكذا واكل ربا. ليه؟ لان الصلاه ما نهتوش، ما خدش روح الصلاه. ده لا تبقى، لا ده تبقى نار، ونار الشهوات كمان. القلب بيحصل له جفاف، وابدا الجوارح ما تسمعش الكلام ولا تأتمر بامر القلب. القلب جف اصلا، شجره القلب بقت يابسه وجامده، والجوارح والشجره خلاص بقت شجره ناشفه. خلاص ما كانت شجره ناشفه اللي لا تثمر ايه، يا تتقطع، ها الفلاح ما بيستفيدش منها، يا تتقطع يا تروح للحطاب يحطها في النار، صح ولا لا؟ ده القلب. شوف القلب. لا ده القيم بيقول والقلب إذا يبس تعطلت الجوارح. لا يمكن، تعطلت الجوارح من أعمال البر والطاعة. مادة القلب أصلا وحياته انقطعت عنه، فما انتشرتش في الجوارح. فكل جارحة بتعمل ايه؟ عايزة بتشيد، بتكتب، بتلمس، استغفر الله كذا، خلاص. وما جاتش ثمرة العبودية، الثمرة اللي هو المفروض أصلا الخاصة بكل جارحة، الطاعة المطلوبة من كل جارحة، واللي خلقت اصلا الجارحه دي عشان العين غض البصر وقراءه والنظر للحلال، القلب حفظ القلب من الحب الحرام والتمني والتشاهي والشهوات غلط، الارجل اللي بتمشي استغفر الله المكان محرم، الايد اللي بتلطش او بتسرق، اللسان اللي بيكذب او بيقول زور. خلاص الجوارح مش هتعمل، لان القلب ما خدش زاده من الصلاه.